أهلا بكم إلى نشرة الحصاد من أورينت، ونستهل حصاد الليلة بأبرز عناوينه. في تغطيتنا للملف الأوكراني، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة، والبيت الأبيض يدعو الصين لإدانة الغزو الروسي، والمظاهرات تجتاح عدة عواصم. ومع اشتداد القصف وازدياد حدة المعارك، مئات الآلاف يفرون من أوكرانيا إلى دول الجوار، وتوقعات بوصول أعداد اللاجئين إلى 7 ملايين. وفي أوكرانيا أيضا، الرئيس زيلينسكي لا يعول على المفاوضات وينصح المقاتلين الروس بالقول أنقذوا أرواحكم وارحلوا. سقطات إخلاقية لوسائل إعلام عالمية في تغطيتها للغزو الروسي لأوكرانيا، والعنصرية تظهر في أسوأ أشكالها. سوريا وأوكرانيا، كيف تشابهت نضالات الشعبين، وما هي أوجه المقارنة بين بشار أسد وزيلينسكي؟ في أكبر كارثة إنسانية، 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي. وفي خبر اليوم، إيران تقيل سفيرها في بريطانيا لظهوره في حفل تحضره سيدات غير محجبات. على مستوى عمري مصلحة صعبة كثير، بس يعني سادة. وفي صورة سورية، مهنة تثقل كاهل الكبار، الطفل محمد منديل مهجر من معارة النعمان يعمل في الحدادة لإعالة أسرته. نبدأ نشرتنا من الملف الأوكراني، حيث عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأدان مشروع القرار بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا الذي يخالف المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الهجوم العسكري الروسي إهانة للأمم المتحدة ويجب أن يتوقف. وفي واشنطن، دعا البيت الأبيض الصين إلى التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين سالكي في مقابلة مع شبكة MSNBC إن هذا ليس وقت الوقوف على الهامش، هذا وقت التحدث بصوت عال وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وروسيا وغزو دولة ذات سيادة. للتعليق حول ذلك انضم إلينا عبر سكايب الأستاذ خالد مصطفى، الخبير في القضايا الدولية، معنا من لندن. أستاذ خالد، هل هناك تفاصيل حتى اللحظة حول مخرجات الاجتماع الروسي الأوكراني على الحدود مع بيلاروسيا؟ هو بالفعل الاجتماع استمر 5 ساعات، والمندوب الروسي يقول أن هناك بعض الآليات التي قد من الممكن أن نبني عليها فكرة في المرحلة المقبلة، لكن لازالت النتائج غامضة ولم ينتج عن الاجتماع أو لم يتصرف عن الاجتماع لوسائل الإعلام أي نقطة من الممكن أن تكون ملفتة للنظر. لكن هناك مساعي مع الاجتماع، الرئيس الفرنسي ماكرون اتصل اليوم بفلاديمير بوتين وحثوا على وقف العدوان الروسي على أوكرانيا، لكن بوتين كان واضحاً مع ماكرو وقال له لنا 3 شروط لوقف الغزو. الشرط الأول أن تكون أوكرانيا دولة حيادية، يعني لن تفكر أو لا تفكر أبدا في الانضمام إلى حلف الناتو. الشرط الثاني أن تكون أوكرانيا منزوعة السلاح. الشرط الثالث أن يعترف المجتمع الدولي بشبه جزيرة القرم على أنها أرض روسية، ودي شروط اللي هتبقى من خلالها تتم التسوية الكاملة مع أوكرانيا. والشرط الثالث اللي هو شبه جزيرة القرم، أعتقد أنه ما كانش لا في المفاوضات ولا كما تروح على الطاولة، لكن زي أنا دايما أقول أن كل ما روسيا بتتمدد على الأرض كل ما كانت الشروط على طاولة المفاوضات سوف تكون قاسية. الحلول لا زالت مفتقدة، هناك حالة تشتت في الاتحاد الأوروبي، هناك حالة تشتت في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك إصرار جماعي على فرض العقوبات. وحضرتك تعلم تماما
ان هم ابعدوا بعض البنوك الروسيه عن منظومه سويفت، لكن روسيا عام 2014 انشات نظاما ماليا بديلا، والصين كذلك انشات نظاما ماليا بديلا، وبايدن يخشى ان تخرج روسيا برمتها من نظام سويفت العالمي، فبالتالي سوف تحتضن او ترتمي في احضان التنين الصيني، ومن الممكن ان نشكل قوه ماليه قد تناهض الدولار في المستقبل القريب. لا زال الحل الامثل لانهاء الخلافات هو الجلوس على طاوله المفاوضات، ولن تكتفي المفاوضات فقط بالمندوب الروسي والمندوب الاوكراني، يجب ان يكون هناك مناديب من الاتحاد الاوروبي ومن الولايات المتحده الامريكيه، وتؤخذ عمليه المفاوضات بمأخذ الجد. لكن الوفد الاوكراني ذاهب الى 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 بيلاروسيا، والرئيس الاوكراني يقول للروس القوا باسلحتكم في الارض وعودوا الى منازلكم، فهو يستبق احداث الاجتماعات، ولو لو تمت المفاوضات بهذا الشكل اعتقد انها لن تنبئ عن شيء من الممكن ان يحل هذه المشكله. في حديثنا عن الرئيس الاوكراني زيلينسكي، هو لم يعول على هذه المفاوضات ويقول انه ذهب لكي لا يلومه الشعب الاوكراني، برايك اليس كلامه محقا في ان هذه المفاوضات لا يعول عليها؟ هو كلامه محقا وليس محقا، هو منذ يومين اشتكى للعامه بان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده تركوه وحيدا في الايام الاولى للغزو. وعندما دارت وطلب اكثر من رئيس دوله منهم ماكرون والمستشار الالماني بان يتوسطوا له لدى بوتين ان يكون هناك اجتماع بينهما في اي مكان في العالم، وقال ان من ضمن الشروط اللي انا من الممكن ان اقبلها ان تكون اوكرانيا دوله محاديه، اي لا تنضم الى حلف الناتو. لكن بعض اتصالات سريه حدثت خلال ال 48 ساعه الماضيه قوت أو مدت الموقف الأوكراني أو الرئيس الأوكراني بالقوة، بدليل أن هناك مد عسكري ومساعدات عسكرية لصواريخ مضادة للطائرات، صواريخ مضادة للدبابات من الولايات المتحدة ومن عدد من الدول الأوروبية. فالرئيس الأوكراني عندما رأى نفسه في موقف مسنود من القادة الغربيين والقادة الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يفكر وبدأ يطالب الاتحاد الأوروبي بأن يضموه فورا، يضم أوكرانيا فورا الى حلف الناتو، وهذا الكلام كان مغيرا لما قاله اعتقد من منذ 72 ساعه قبل ذلك. استاذ خالد، الجمعيه العامه للامم المتحده عقدت جلستها الخاصه والطارئه حول الوضع في اوكرانيا، ماذا تفيد هذه الجلسه وماذا تقدم لكييف، ونحن نعلم ان مجلس الامن مقيد بفيتو روسي؟ هي الجلسة دي تختلف تماما، لأن ما فيهاش فيتو. لو تمت الموافقة الإجماعية على إدانة روسيا من الممكن أن تكون في موقف لا تحسد عليه بعد الخنقة المالية التي حدثت خلال المرحلة السابقة. لكن أي قرار سوف يؤخذ من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متربصا جدا، لأنه بالأمس نبه على وزير الدفاع أن يجعل أسلحة الردع الاستراتيجي النووي على هبة الاستعداد. وأي نعم من الممكن أن لا يستخدم الأسلحة النووية، لكن هو يعني يحاول أن يكون له رد قوي تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويريد أن يذكرهم بأنه قادر على أدوات ردع. اليوم روسيا أغلقت المجال الجوي أمام 36 دولة من أوروبا ومن مختلف دول العالم، مثلما فعلت هذه الدول مع روسيا، قامت بطرد بعض رؤوس الأموال، قامت بحجم بعض الأرصدة. التعاملات الروسية باتت تكون بالمثل، مثلما تم اتخاذها ضد النظام الروسي. لا زالت الفرصة الوحيدة والحقيقية لإنهاء هذه المشكلة هي الجلوس على طاولة المفاوضات، بس أعتقد الجلوس على طاولة المفاوضات لن يفيد، لأن الرئيس الأوكراني النهاردة هدد بفتح السجون واخراج كل الذين في السجون الاوكرانيه لكي يقاتلوا بجانب الجيش الاوكراني. هناك الفيلق الدولي، وهو من الممكن ان يضم بعض المتطرفين في العالم، ومن تزعم هذه الفكره بدايه هي المملكه المتحده، لان بريطانيا بها اكثر من 30 الف عنصر متشدد. الأستاذ خالد مصطفى، الخبير في القضايا الدولية، كنت معنا من لندن، أشكرك جزيل الشكر.
إلى ذلك اجتاحت المظاهرات عدة مدن وعواصم أوروبية تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا. الآلاف تجمعوا قرب السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين وهم يحملون العلم الأوكراني ولافتات كتب عليها أوقف الحرب. كما تجمع الآلاف في العاصمة التشيكية براغ التي قال رئيس وزرائها إن تشيك لا تزال تتذكر رعبها من الدبابات الروسية التي كانت تتوغل في العاصمة قبل أكثر من 5 عقود. وفي العاصمة الفرنسية باريس رفع الآلاف الأعلام الأوكرانية منددين بالغزو الروسي لأوكرانيا. الاحتجاجات عمت كذلك كوبنهاغن ومدريد ولشبونة والعاصمة الإيطالية روما تعبيرا عن الرفض الشعبي للغزو الروسي لأوكرانيا. ونبقى في الشأن الأوكراني حيث أفادت وكالة إغاثية تابعة للأمم المتحدة بأن نحو 400,000 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال فروا إلى الدول المجاورة. ازدياد أعداد الفارين تأتي في ظل اشتداد وتيرة القصف على المدن الأوكرانية واستمرار القتال بين قوات الغزو الروسي والجيش الأوكراني. من جانب آخر قال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات إن أوروبا تواجه أكبر أزمة إنسانية لها منذ سنوات عديدة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وربما يصل عدد الأوكرانيين النازحين بسبب الصراع إلى أكثر من 7 ملايين. إلى ذلك حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجنود الروس الغازين على إلقاء أسلحتهم والعودة إلى بلادهم. نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا بشكل فوري عن طريق إجراء خاص جديد، ونحن ممتنون لشركائنا لوجودهم معنا. هدفنا هو أن نكون في صف جميع الأوروبيين، والأهم أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد من أن ذلك منصف وممكن، كما أن رسالتي للجنود الروس: أسقطوا أسلحتكم واخرجوا من هنا، لا تصدقوا القادة، لا تصدقوا المدعين، فقط أنقذوا حياتكم واذهبوا. خبرنا لهذا اليوم يتناول بعضا من السقطات الأخلاقية لعدد من مراسلي وسائل الإعلام العالمية في تغطيتها للغزو الروسي ضد أوكرانيا. مراسلون ميدانيون وضيوف ظهروا على قنوات إخبارية عالمية سقطوا في وحل العنصرية. مراسل شبكة CBS الأمريكية قال في مداخلة تلفزيونية إن ما يحدث في أوكرانيا لا يصح، فهي بلد أوروبي متحضر وليست العراق ولا سوريا ولا أفغانستان، بينما قال نائب المدعي العام السابق في أوكرانيا إنه متأثر جدا لرؤية الأوروبيين ذوي العيون الزرقاء والشعر الأشقر يموتون. بينما قالت مراسلة MSNBC الأمريكية خلال تغطيتها حركة النازحين من أوكرانيا إنهم ليسوا لاجئين من سوريا بل من أوكرانيا، إنهم مسيحيون وبيض ومتشابهون للغاية مع المجتمع الأوروبي. من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والصحفي محمد منصور. أهلا بك أستاذ محمد إلى نشرة الحصاد من أورينت لهذه الليلة. يبدو أن بعض الدول الداعمة لأوكرانيا ممثلة بإعلامها تبدو اليوم تتعامل بمنهجية أكثر انتقائية وإن صح التعبير أكثر عنصرية مع بعض اللاجئين من أوكرانيا، يعني برأيك أو ما هو تعليقك على هذه اللغة العنصرية، وهل هذه اللغة مألوفة لدى وسائل الإعلام الغربية اليوم؟
مساء الخير. الحقيقة السقطات التي أشرتم إليها في حصاد نشرتكم قبل قليل هي يعني تعبير عن أحيانا الخطاب اللي يمثل اللاوعي. يعني أحيانا نحن نتحدث بخطاب قد يظهر أننا نؤمن به، ولكن في اللاوعي الجمعي يكون هنا هذا الإيمان مفقود ونظرتنا محكومة بعناصر أخرى لها علاقة بالمكان الجغرافي، لها علاقة بالعرق، لها علاقة بشكل الإنسان. وهذا الحقيقة يوقع الإعلام في يعني مستنقع حقيقي، لأنه الإعلام يكافح من أجل الإنسان، من أجل إنصاف الإنسان المظلوم بغض النظر عن هويته أو عرقه. أستاذ محمد، إلى أي مدى تتحمل المؤسسات الصحفية وزر مثل هذا الخطاب الذي قد يرد على لسان موظفيها أو مراسليها؟ طبعا هناك قاعدة معروفة في وسائل الإعلام كافة، هناك تمييز بين أصحاب الرأي اللي ممكن يكونوا طارئين على هذه المؤسسة أو تلك كضيوف، وبين المراسلين والصحفيين الذين يمثلون خط المؤسسة، وبالتالي سقطات الإعلامية أو الإنسانية تمثل المؤسسة بالتأكيد. أنا عندما أكون مراسل لهذه الشبكة أو تلك لا يصح أن يقال أنني أمثل شخصي فقط، أنا أمثل منظومة كاملة أنتمي إليها وظيفياً وإعلامياً، وبالتالي المراسل يمثل المؤسسة ويمثل خطها، بينما الضيف أو صاحب الرأي أو كاتب مقال الرأي لا يمثل بالضرورة خط المؤسسة. وبالتالي ما سمعناه الحقيقة إذا لم تتبرأ منه هذه المؤسسات وتصدر بيانات تدينه فهو يمثلها بكل الأحوال. يعني أستاذ محمد اسمح لي، يعني لا يمكن أن نعتبر أو يمكن أن نعتبر هذه التصريحات والتعبيرات هي مجرد هفوات، أم أنها تمثل سياسة جديدة غير معلنة تجاه اللاجئين؟ الحقيقة ليست سياسة، هي ثقافة. يعني الحقيقة هذه الثقافة التي سمحت بتهجير ملايين من السوريين وتفرجت على قتلهم وقصفهم بالصواريخ وإبادة مدارسهم ومشافيهم ومدنهم، لابد أن تصل إلى هذه النقطة من الانحدار. عندما يسكت العالم عن الظلم، وعندما يسكت العالم على تهجير شعب يمثل حضارة عريقة، منطقة حضارية عريقة مثل منطقة سوريا وبلاد الشام، فبالتالي سلم الأخلاقي سيتضاءل وسينحدر شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يستخدموا هذه التعبيرات العنصرية. الحقيقة هي سلسلة متكاملة أنتجت هذه الثقافة، هي سلسلة التخلي عن دعم الإنسان المظلوم ضد الدكتاتورية وضد إجرام روسيا وإيران وميليشيات الأسد، ستصل بك بالنهاية إلى أن تصبحي جزء من هذه الثقافة الحقيقة التي لا تشرف أحدا. أستاذ محمد، طبعا هنا نتحدث نحن عن مؤسسات ووسائل كبرى وليس على مواقع هامشية، كيف يمكن أن تفسر ذلك؟ يعني عندما نتحدث عن وسائل إعلام كبرى أو صغرى، فالكبير كبير بقيمه وكبير بمعاييره الإعلامية والأخلاقية والإنسانية. الذي يفصل بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات المتواضعة ليس حجم الاستديوهات وما تملكه من عدد شبكة مراسلين أو جودة الكاميرات التي تصور بها. المؤسسات الكبرى هي مؤسسات كبيرة بقيمها
ويعني معاييرها الإعلامية والإنسانية. أنا برأيي سقوط هذه المؤسسات أكبر وأشد وقعاً من المواقع أو الشبكات الإعلامية الصغيرة، شيء مؤسف الحقيقة. نعم، الأستاذ محمد منصور الكاتب والصحفي كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكرا. سوريا وأوكرانيا، كيف تشابهت نضالات الشعبين في مواجهة العدوان الروسي؟ وما هي أوجه المقارنة بين بشار أسد وزيلنسكي؟ تتشابه الصور الواردة من أوكرانيا مع ما جرى ويجري في سوريا إلى حد بعيد، من قوافل النازحين إلى مشاهد القصف إلى التواطؤ الدولي على قتل الشعبين وجلسات مجلس الأمن البلهاء التي دائماً ما تنتهي بالفيتو الروسي. تتشابه الصور كثيراً إلا في أمرين: الأول هو أن العدو في الحالة الأوكرانية هو جيش بوتين، أما في سوريا فاجتمع على عداء السوريين كل مجرمي العصر، ابتداءً بعناصر ميليشيا أسد، مروراً بإيران وميليشياتها متعددة الجنسيات، وصولاً إلى جيش بوتين. وأما الأمر الثاني فتلك حكاية طويلة. هنا يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي محاطاً ببعض أعضاء إدارته من داخل العاصمة كييف لينفي هروبه منها وليؤكد بقاءه فيها حتى تحقيق النصر. تتباين هذه الصورة في معانيها مع صورة من يفترض أنه رئيس سوريا، فهذا الأخير يأبى إلا الظهور بصورة مذلة إلى جانب الروس، ووصل الحال به إلى الإشراف شخصياً على عمليات قصف السوريين بالمدفعية بعد أن مهد الطيران الروسي الأمر لنصب مدافعه. رئيس الوزراء هنا، وزير الدفاع هنا، الرئيس هنا، كلنا هنا، جيشنا هنا، مواطنو المجتمع هنا، نحن جميعا هنا ندافع عن استقلالنا وبلدنا. بالعودة إلى الصور المتشابهة، فهنا تواجه هذه السيدة الأوكرانية جنديا روسيا وتطالبه بالرحيل عن بلادها، وتطلب منه أن يأخذ من يدها حفنة بذور من دوار الشمس ليضعها في جيبه حتى يتسنى للبذور أن تنمو بعد قتل هذا الجندي على الأرض الأوكرانية، وكي تتحول لاحقاً إلى زهور دوار الشمس، رمز الدفء والقوة عند الأوكرانيين القدماء. وهكذا غدت السيدة الأوكرانية رمزاً للمقاومة الشعبية السلمية في وجه السلاح الروسي الأرعن. أنت محتل، أنت فاشي، ماذا تفعل في أرضنا؟ اللعنة، لماذا جئت هنا ومع هذه الأسلحة؟ خذ هذه البذور حتى ينمو عباد الشمس عندما تموت هنا. يذكر الموقف السلمي لهذه السيدة بما فعله آلاف السوريين عند بداية ثورتهم، عندما حملوا الزهور في مواجهة عناصر المخابرات فقوبلوا بالوحشية الأسدية تماماً كما قوبل الأوكرانيون بوحشية الروس. يدعى هذا الشاب فيتالي سكاكون، مهندس بحرية في الجيش الأوكراني، قام بتلغيم جسر يصل شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بمدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية لمنع تقدم الجيش الروسي. لم يتمكن سكاكون من الخروج من منطقة الجسر في الوقت المناسب ففجره مضحياً بحياته، واستطاع تأخير تقدم القوات الروسية، ما أتاح الفرصة أمام الجيش الأوكراني لإعادة الانتشار على مشارف مدينة خيرسون. بطولة سكاكون تعيد إلى الأذهان مئات الأمثلة السورية في الشجاعة، منها ما قام به ابن معرة النعمان أحمد الحصري الذي بقي في مدينته مع 2 أو 3 من رفاقه للدفاع عنها أمام الغزاة الروس والإيرانيين والأسديين. كان أحمد ورفاقه يعرفون أنهم لن يخرجوا أحياء، لكنهم استطاعوا تأخير السيطرة الروسية على المنطقة عدة ساعات، ومن يدري لعل هذه الساعات القليلة كانت سبباً لإيصال النازحين المدنيين من معرة النعمان إلى الشمال السوري بسلام. تتشابه الصور الآتية من أوكرانيا مع الصور من سوريا أحياناً كثيرة وتتباين في بعضها، لكن الثابت في الحالتين هو أن روسيا البوتينية مستمرة بإنتاج القتل والدمار،
وربما إن استمر الإحجام الدولي عن مواجهة بوتين عسكرياً فقد تتوالى صور القتل والدمار من دول أخرى في العالم. قالت الأمم المتحدة إن 12 مليون سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وشددت في تقرير لها على أن الحاجة ملحة لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين. أمن غذائي معدوم، حصار مطبق يخنق السوريين بمناطق استيلاء نظام أسد. سوريا التي باتت مصنفة بين أكثر 10 دول تعاني هذا الانعدام وفق ما أكده تقرير جديد للأمم المتحدة. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جويس مسويا أوضحت في تقرير عرضته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن 12 مليونا يعانون من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء بحسب وصفها. الوكيلة شددت على أن الحاجة ملحة لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للسوريين الذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية، مشيرة إلى حاجتهم لتلك المساعدات أكثر من أي وقت مضى. قرابة 15 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات كمصدر أساسي للمعيشة خلال العام الحالي بنسبة زيادة تقدر ب 9% عن العام المنصرم و 32% عن عام 2020 بحسب التقرير الأممي الجديد. مراقبون يرون أن وضع سوريا بين قائمة أكثر 10 دول تعاني من انعدام الأمن الغذائي نتيجة حتمية لهيمنة الاحتلالين الروسي والإيراني على كافة المناحي التجارية والاقتصادية بعد أن رهن بشار أسد البلاد لهم دون اكتراث بأوضاع السوريين الكارثية. خبرنا لهذا اليوم من إيران، حيث أمرت سفيرها لدى المملكة المتحدة محسن باهارفاند بالعودة إلى البلاد، وذلك بعد تداول مقطع مصور من حفل أقيم داخل سفارتها في لندن. صحيفة الجارديان ردت السبب وراء استبعاد السفير من منصبه إلى وجود نساء غير محجبات في الحفل المذكور، في حين زعمت صحف موالية للنظام الإيراني أن عودة باهارفاند جزء من إعادة تنظيم أوسع للسلك الدبلوماسي الإيراني. الحدادة مهنة يحجم عنها كثير من الكبار لصعوبتها، لكن الطفل محمد منديل أصبح مجبرا على إتقانها لإعالة أسرته. محمد مهجر من معرة النعمان إلى مخيمات الشمال السوري، يقضي ساعات يومه في تطويع الحديد مقابل أجر زهيد. فلنتابع قصته معا. على مستوى عمري مصلحة صعبة كثير، بس يعني نساعد أهلي. عمري 13 سنة. أنا محمد منديل، مهجر من مدينة معرة النعمان، نازحين على مخيمات الحدود التركية. كنت أشتغل قبل بالفر الاصطناعي. بعد ما تهجرنا من مدينة معرة النعمان ما قعدت بالمدرسة، صرت أشتغل بالحدادة عشان ساعد أهلي. أبوي بيشتغل عامل بس ما في شغل، قررت اشتغل بالحدادة. في من الساعة 7 الصبح بيجي على الدكان ندور بنشتغل. آخر هالأسبوع معلمي بيعطيني 30 ورقة، بشيل هال30 ورقة وبعطيها لأبوي. أبوي بيجيب لنا فيها خبز. الدكان بروح على الغداء، ببرك بنغدى، بيجوا حوالي 7 بيبركوا حدة، بخلص من الساعة بقوم بتوضى وبصلي وبجي لهون على الدكان. أنا أبوي ما بريدني أشتغل، ما
بس عم بشتغل عشان اقدم لاهلي، والاوضاع صعبه والمعيشه تحت الصفر. انا بتمنى الله يرزق ابوي عشان ارجع على المدرسه. ومع قصة محمد منديل المهجر من معركة النعمان نصل إلى ختام نشرة الحصاد من أوريان، ونلقاكم في حصاد جديد. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.